الرئيس السيسي يطلع على خطة تطبيق قانون التأمين الصحي وتنشيط التجارة الداخلية. الجيش السوري يسيطر على بلدة أم الميادن بريف درعا، ودعوات أممية لتسهيل إدخال المساعدات للنازحين. وبقصف مكثف الجيش اليمني يتقدم في صعدة ويضيق الخناق على الحوثيين بالتحيتة. إخبارية من أونلايب، أهلا بحضراتكم. أهلا بك شاذ. أهلا بك نهى. أهلا بكم مشاهدين الكرام. وإلى التفاصيل، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الإجراءات لدعم وتنشيط التجارة الداخلية، خاصة فيما يخص السلع التموينية. وخلال اجتماعه برئيس الوزراء وزير التموين، وجه الرئيس بتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة على الأسعار وإجراءات حماية المستهلك والعمل على القضاء على ظاهرة الاحتكار والغش التجاري. كما وجه السيسي بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفق شروط ميسرة، خاصة تلك التي تتعلق بالمرأة المعيلة وفي القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن دعم مشروع إقامة منافذ ثابتة لشباب الخريجين لتوفير المزيد من فرص العمل لهم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصحيح العوار في نظام العلاج الطبي القائم بالدولة وتوفير خدمة طبية متميزة للمواطنين وإنهاء قوائم الانتظار للمرضى. وشدد الرئيس السيسي خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزراء الصحة والمالية والاتصالات ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة خطوات تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل على تجهيز المستشفيات النموذجية في المحافظات على أعلى مستوى وأن تكون في عواصم المحافظات حتى يتجنب المواطنون مشاق الانتقال إليها. أشاد وزير الخارجية سامح شكري بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين. وخلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي في بكين، أكد شكري أهمية الحفاظ على دورية انعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين، خاصة مع تعدد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما جدد شكري خلال اللقاء دعم مصر لمبادرة الحزام والطريق وما تسعى إليه من تعزيز قيم التعايش السلمي وتحقيق التنمية المستدامة والترابط بين الدول المختلفة على المستويات كافة. من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني على المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى بلاده وتطلعها لمشاركة الرئيس السيسي في منتدى الصين أفريقيا المقرر عقده في سبتمبر المقبل. وتحضيرا للمنتدى العربي الصيني، بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير خارجية الصين وانغ يي جدول أعمال المنتدى، وناقش الجانبان كيفية الارتقاء بالعلاقات العربية الصينية في مجملها في إطار مختلف مسارات التعاون المؤسسية والسياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها. كما بحث اللقاء العمل على الاستفادة من التنسيق المتميز القائم بين الجانبين في إطار عمل منتدى التعاون العربي الصيني منذ أن بدأ عمله في عام 2014. وللمزيد مشاهدينا، معنا هاتفينا دكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية. أهلا بحضرتك دكتور. نتحدث عن العلاقات الصينية المصرية ومشاركة معالي وزير الخارجية في هذا المنتدى، لو تحدثنا بشيء من التفصيل عن أهمية مشاركة مصر في هذا المنتدى. يعني أولا، المنتدى قديم، قبل عام 2014، أعتقد أنه بدأ من عام 2008-2009. بالتأكيد في أكثر من محور من محاور هذه اللقاءات. الصين تنظر إلى مصر وإلى المجتمع العربي بشكل عام، أنه هذه المنطقة هي إحدى الخطوط الاستراتيجية المهمة لعلاقة الصين بالعالم، العالم الثالث. أولا، الصين ترى في مصر أنها نقطة ارتكاز في منطقة الشرق الأوسط، هي الأقوى والأكبر في التعاون الاقتصادي بين الدول العربية مجتمعة، هي مفتاح العلاقات، مفتاح علاقات الصين بأفريقيا، هي مفتاح أيضا للعلاقات بين الصين وباقي الدول العربية. وبهذا ترى إمام
وزير خارجية سامح شكري، وعلى هذا الأساس أعتقد بأن الصين لديها رؤية جديدة لمختلف قضايا منطقة الشرق الأوسط، ومنها حل دولتين وحل القضية الفلسطينية والقضية السورية والموقف في اليمن والعلاقات العربية حتى البينية صح التعبير، لأن هناك يعني تطور ملحوظ برؤية الصين للكثير من القضايا العربية، وعلى رأسها طبعا كما قلنا قضية حل الدولتين. جميل. طيب هذا المنتدى دكتور يمكن تأسس في عام 2004 بمبادرة من الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، هل يعني هذا المنتدى فقط بالمسائل السياسية كما تحدثت حضرتك، أم أنه ربما يتطرق إلى الملفات الاقتصادية والثقافية أيضا؟ ارتفع معدل يعني معدل التبادل التجاري بين الدول العربية مجتمعة والصين بشكل يعني يقارب أن الصين هي المصدر الأول لكل الدول العربية، تقريبا كل الدول العربية باستثناء طبعا بعض الدول العربية التي تعتمد على المنتوجات القادمة من أوروبا وهي قليلة قياسا بباقي الدول العربية. ميزان التبادل التجاري طبعا يصب في صالح الصين. إذا أردت أن تتحدث عن مجمل المحاور الأخرى الاجتماعية على الأقل، الصحية على الأقل، المحور الاقتصادي من المحاور المهمة جدا. المحاور السياسية هناك اتفاق في وجهات النظر، يجب أن نوقن أنه أول الدول العرب أو دول العالم التي اعترفت بالصين الشعبية كدولة مستقلة هي مصر، ثم تبعتها باقي الدول العربية بدفع من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. أعتقد بأنه ليس المحور السياسي هو المحور الأساسي في هذا المنتدى، هناك محاور أخرى على رأس المحور التجاري. الصين تريد أن ترفع معدلات أو معدلات الاستثمار في مصر وباقي الدول العربية إلى أرقام قد تصل إلى 50 مليار دولار خلال السنوات القادمة. يمكن هي آخر إحصائية دكتور كان حجم الاستثمارات الصينية الموجودة في مصر كان 11 مليار دولار، وهي تساهم كما يعلم الجميع في العديد من المشروعات، سواء العاصمة الإدارية الجديدة، محطتان لتوليد الكهرباء من الفحم في الحمراوين، وكذلك تطوير ميناء السخنة. نتحدث عن المنتدى ونعود بالحديث إلى المنتدى مرة أخرى، يعني هل هناك آليات لتنفيذ مخرجات هذا المنتدى ونحن الآن في الدورة الثامنة له؟ هناك لجان مشتركة، أعتقد أن هذه اللجان المشتركة هي القادرة على أن تحدد آلية التنفيذ. على الأقل هناك 17 اتفاقية المفروض أنه يعني توقع خلال هذا المنتدى، ثم تستكمل في المنتدى الأفريقي الصيني في سبتمبر المقبل. هناك لجان على مستوى عالي من المسؤولين لمتابعة تنفيذ مشاريع الصينية في مصر. أعتقد أنه أكثر من 11 مليار خلال السنوات الخمسة القادمة. الصين تطمح لأن تكون مصر شريك أساسي واستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وفي أفريقيا تحديدا. طيب كيف تقيم اهتمام معالي وزير الخارجية السيد سامح شكري بإجراء العديد من اللقاءات على هامش هذا المنتدى؟ يعني هناك لقاءات ثنائية ستجمعه مع نائب رئيس الجمهورية وكذلك مع وزير الخارجية، والعديد من اللقاءات في الحقيقة أجريت مع وسائل إعلام مختلفة في الصين. العلاقات الصينية المصرية علاقات قديمة كما قلنا، أول دولة اعترفت بالصين الشعبية هي جمهورية مصر العربية بعهد الرئيس جمال عبد الناصر، وبالتالي أعتقد بأنه الموضوع يعني محل اهتمام مشترك بين جميع الأطراف. أعتقد وبهذا ترى أن وزير الخارجية مهتم جدا بلقاءاته بنائب الرئيس وبعض عدد من المسؤولين الصينيين خلال فترة تواجده في المنتدى. الصين أيضا ترى بأنه من الضرورة بمكان أن يكون لها صوت في موضوع حل مسألة القضية الفلسطينية. الصين ترى أيضا بأنه هناك هي لاعب أساسي في القضية السورية، على الأقل هي من اللاعبين النزهاء في هذا الموضوع وأيضا في القضية اليمنية. الصين لديها وجهات نظر ترى في مصر أنها يمكن أن تنفذ أو أن تكون منفذا للرؤية الصينية في منطقة الشرق الأوسط. لهذا سامح شكري أجرى سلسلة طويلة من اللقاءات ومهمة جدا ستسفر عن الاتفاقات خلال الفترة المقبلة. أشكرك دكتور رائد العزاوي أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية، شكرا جزيلا لك. استعاد الجيش السوري السيطرة على بلدة بريف درعا الشرقية بعد معارك مع مسلحي المعارضة، وأوضحت وسائل إعلام رسمية أن القوات سيطرت على بلدة أم الميادن بعد القضاء على عدد من المسلحين وتدمير أسلحتهم وعتادهم ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزتهم.
من جانبها أعلنت الأمم المتحدة أن معظم السوريين النازحين قرب الحدود الأردنية غادروا عائدين إلى الداخل السوري. وقال أندري بيدرسون منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن في مؤتمر صحفي، قال إنه لم يبقى سوى 150 نازحا قرب الحدود الأردنية. في اللحظة التي نتحدث فيها الآن ومنذ 15 دقيقة، فإن المعلومات التي لدينا من معبر نصيب تفيد بأن هناك أعدادا قليلة جدا من الأفراد ما زالوا عالقين، ويوجد حوالي 150 إلى 200 فرد موجودين الآن على الحدود في منطقة التجارة الحرة بالقرب من معبر نصيب الحدودي، وإلى حد علمنا فإن غالبيتهم من الرجال. دعت الأمم المتحدة إلى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى السوريين، وشددت على ضرورة إيجاد مخرج سياسي للأزمة. بالطبع الموقف الآن يظل شديد الصعوبة ويمثل قلقا شديدا لنا، ونحن نكرر نفس الرسالة من جانب الأمين العام بأننا في حاجة ماسة لوقف القتال، إننا في حاجة لعملية سياسية لإيجاد مخرج للأزمة، وفي حاجة لوقفة إنسانية حتى نستطيع تقديم المساعدات مثلما فعلنا في الماضي. ضيقت القوات اليمنية المشتركة بإسناد من التحالف العربي الخناق على ميليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية التحيطة بمحافظة الحديدة، كما تمكن الجيش اليمني من السيطرة على مواقع جديدة في مديرية أكتاف شرق محافظة صعدة إثر مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي. وبسطت قوات اللواء 84 في الجيش سيطرتها على سلاسل جبال الزور والخشباء، وقطع خطوط إمداد الميليشيات في جبهة العطفين والمليل شرق صعدة. هذا أسفرت الاشتباكات عن مقتل 10 من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين، فيما لذت بقية عناصر الميليشيا بالفرار. هاتفيا ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي اليمني دكتور عادل الأدهل. أهلا بك دكتور عادل على أونلايف. بداية، ضعنا في سير المعارك على الأرض وهذا التطور الملحوظ لقوات الجيش اليمني وقوات التحالف والسيطرة على مواقع جديدة، هي تطور جديد في هذه المعارك، القيمة المضافة من فضلك، تفضل. يا سيدتي، أحب أن أوضح شيء. أولا السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك. وأهلا بكم. أحب أوضح شيء أنا مهم جدا. منطقة الدراهمي والتراجع إلى منطقة زبيد والجراحي، هذا يسمى تغطية المؤخرة للجيش المتقدم. فتغطية المؤخرة للجيش المتقدم هذه مسألة خطيرة جدا، يعني أحب أوضحها. نحن ما وصلنا لعند المطار الحديدة ووقفنا هنا، ما كملناش المشوار إذا ما بعد ذلك، اللي هي ما بعد الحديدة أو ما وصلنا إليه في مرحلة إنهاء المعركة، يا أما سلمية مفاوضات سياسية أو الانتهاء بمسألة العسكرية. هذا اللي أحب أوضعه. فمسألة العودة إلى زبيد ومناطق هذه دليل على أنه في تخلخل موجود في الجيش اليمني واضح جدا. يعني وضح لي الفكرة هذه بالتحديد دكتور عادل. الخريطة اليمنية، الخريطة نعم. اليمنية من منطقة الدراهمي إلى حيث إلى العودة إلى زبيد والحسينية والمناطق هذه دليل على أنه في فجوة موجودة قوية جدا في الجيش اليمني ما قدرش يغطيها، وهنا أحب أن يتراجع إلى منطقة زبيد وبعد كده إلى الجراحي وبعد كده إلى حيث والخوخة اللي جاء منها. ما سبب هذه الفجوة في تفسيرك؟ التفكير الوحيد الأول، السبب الرئيسي أنه هو مشط اتجاه البحر ومشط اتجاه البر، لهذا بدأ بالتراجع، وهذه حقيقة واضحة جدا. كيف كان في مطار الحديدة والآن يعود إلى زبيد؟ هذه منطقة ما يعني المفروض كمحللين نفهم عودته إلى زبيد، ما الذي يريده من زبيد وهو قد خرج من منطقة ساحلية لزبيد كامل؟ العودة إلى تغطية مؤخرة. طيب، مؤخرة الجيش في تخلخل قوي جدا. طيب كيف توجد هذه الفجوة التي تتحدث عنها دكتور عادل وهو يتقدم يتطور في عدد من المواقع في صعدة في تحيتة مثلا، كيف ذلك؟ جميل جدا الكلام هذا. هو الواضح على الخريطة السياسية، لو وضعناه على الخريطة السياسية، صعدة تبعد عن الحدود حوالي 200 أو 360 كيلو، منطقة زبيد تبعد عن الحديدة حوالي 110 كيلو. التراجع هذا كله واضح في عدة معارك هم يخوضوها، لهذا يعني دليل على أنه في توزع في جيش الانفصالي أو الانفصاليين
أو عفوا الانقلابيين في توزع قوي في محاور الجيش كلها، بدليل أنه الآن يخوض معركة البيضة ويخوض معركة الحديدة ويخوض معركة صعدة ويخوض معركة الجوف في عدة جبهات. طيب في مقابل ذلك على الأرض دكتور عادل، مقاومة الحوثيين ومن وراءهم بالتأكيد ومن يدعمون هؤلاء يعني الانفصاليين، كيف تجد مدى استمرارية جاهزيتهم على الأرض؟ في الأيام الفائتة كان هناك حديث عن محاولة أممية للمبعوث الأممي إلى اليمن لإجراء مفاوضات سياسية بين الطرفين، لكنها فشلت بشكل أو بآخر. لماذا فشلت؟ وما جديد هذه المحاولات أو المبادرات بالأحرى؟ هو المحاولات كلها الآن تنصب في المسألة الإنسانية، هذه هي مسألة مهمة جدا. طب. للعالم كله، حتى للقوى الشرعية أو القوى الانقلابية، هذه مسألة إنسانية لابد من حسمها موضوع سياسي. أما بالنسبة للحسم العسكري على الحوثيين ما بيستمروش طويلا، هم هيتحاصروا في منطقة صنعاء وبيغلق عليهم إذا تم دحر الحديدة وأخذ ميناء الحديدة. وفي الحاله هذه هم الحوثيين الان هو في مرحله يعني زي ما تقولي محاوله الابقاء على مملكه اليد، ما بقى في اليد، المحاوله على ابقاء مملكه اليد، لانه هم في الاونه الاخيره انه بعد السيطره على ميناء الحديده وساهل تهامه كامل سوف ينتهي مساله الحوثيين في حصار صنعاء. ما الخيارات التي تبقت لهم دكتور عادل؟ الحوثيين هي الخيار السياسي الوحيد الأمن أمامهم للحفاظ على ماء وجههم والبقاء. بس لو لاحظت الآن أنه حسن نصر الله والأخوان الشيعة الموجودين في العراق بدأوا يعملوا عملية تحفيز معنوي للقوات الحوثية الموجودة في اليمن، وهذه مسألة معناها أنه لابد في مرحلة جديدة قادمة وتكتيك عسكري قادم للأخوان في صنعاء. لكن انتهى الحديث بشكل كامل دكتور عن أي مبادرات سياسية أو حديث عن حوار أو مفاوضات بين الجانبين؟ انتهى هذه الحوثيين لا يقبلوا بأي حوارات ما لم تحسم المعركة على الأرض. هم ممكن يقبلوا بحاولة المراوغة والإبقاء على الحفاظ على تجديد المرحلة القادمة، هذا هم اللي يحاولوا يبحثوا في المسألة السياسية وفي أخذ وقت، أخذ وقت فقط لا أكثر لا أكثر. نعم. هذه المسألة لابد أن تحسم عسكريا، ولابد من تدخل أممي، والكلام أنا قلته قبل كده. نعم. لابد من تدخل أممي في مسألة اليمن. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور عادل على هذه المداخلة الكريمة. طلبت الأحزاب الكردية الستة المعارضة بإعادة عملية العد والفرز الذوي الكلي لصناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف من أجل الديمقراطية والعدالة إن الأحزاب الستة لديها طعون بنتائج الاقتراع في إقليم كردستان. هذا ومن المقرر أن تبدأ في بغداد غدا عمليات العد والفرز اليدوي لصناديق اقتراع في ست محافظات جنوبية سجلت بشأنها شكاوى وطعون. تواصلت عدد من الكتل السياسية العراقية السنية إلى اتفاق لاختيار فريق تفاوضي موحد حول تشكيل الحكومة واستحقاقات المرحلة المقبلة، وتم انتخاب رئيس تحالف المحور الوطني خميس الخنجر ليكون مفوضا عن 52 نائبا سنيا خلال مفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. ومن أبرز زعماء الكتل السياسية التي شاركت في الاتفاق زعيم تحالف القرار أسامة نجيفي ورئيس البرلمان العراقي السابق سليم الجبوري. من ناحية أخرى، بحث زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر مسألة تشكيل الحكومة الجديدة مع زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، وكذلك عدد من الملفات التي تهم الشأن العراقي وخصوصا الأمني. هذا أكد الصدر أثناء اللقاء على ضرورة أن تقدم الخدمات وتوفر العيش الكريم للمواطن العراقي، وشدد الجانبان على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة.
اقتحم وزير الزراعة والتنمية الريفية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوري أرئيل المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين صباح اليوم من جهة باب المغاربة. ونفذ الوزير الإسرائيلي برفقة المستوطنين جولات استفزازية في المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. من جهتها استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك اقتحام الوزير الإسرائيلي للمسجد المبارك، مؤكدة أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سماح رئيس حكومة الاحتلال لأعضاء الكنيسة والوزراء بتكرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك. أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية جندوبة شمال غرب تونس وأسفر عن مقتل 6 من عناصر الحرس الوطني التونسي. هذا أوضحت وزارة الداخلية التونسية أن الهجوم وقع على مرور دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني في منطقة عين سلطان على الشريط الحدودي التونسي الجزائري، حيث تم تفجير عبوة ناسفة عقبتها اشتباكات بأسلحة خفيفة ومتوسطة. هذا أشارت الداخلية التونسية إلى أنه تجرى الآن عمليات تمشيط وتفتيش واسعة بحثا عن الإرهابيين. قضت محكمة التمييز الكويتية بسجن نائبين حاليين فضلا عن 6 نواب سابقين لـ3 سنوات ونصف السنة في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام مجلس الأمة عام 2011. من أبرز المحكوم عليهم بالسجن القيادي المعارض النائب السابق مسلم البراك والنائبان الحاليان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش. كما تضمن الحكم معاقبة 5 ناشطين أيضا بالحبس لـ3 سنوات ونصف السنة و3 آخرين بالحبس لـ2 مع وقف التنفيذ لمدة عام شرط حسن السير والسلوك. وامتنعت المحكمة عن معاقبة 34 متهما في القضية ذاتها وبرأت 17 آخرين. إذا مشاهدينا هذه الجولة مستمرة مع حضراتكم، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بحضراتكم من جديد، ودائما أهلا بكم. وصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إلى العاصمة الإريترية أسمرة في أول زيارة رسمية منذ قرابة عقدين. وكان في استقبال أبي فور وصوله مطار أسمرة رئيس الإريتري أسياس أفورقي وسط حضور شعبي حافل امتد على جنبات الشوارع المؤدية إلى المطار. تأتي زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لأسمرة في إطار الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات وإجراء محادثات سلام بين البلدين بعد قطيعة دامت لأكثر من 17 عاما. أصدرت تركيا مرسوما يقضي بعزل أكثر من 18,000 موظف، وذلك قبل رفع قانون الطوارئ المتوقع هذا الشهر. وتضمنت القائمة أكثر من 9,000 موظف في الشرطة و 6,000 عنصر من القوات المسلحة، فضلا عن 1,000 موظف في وزارة العدل و 650 آخرين في وزارة التعليم. أوشكت القوات الخاصة الأمريكية والأفغانية على الانتهاء من عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي في إقليم نانكرهار بشرق البلاد. بحسب مسؤول أمريكي لرويترز، فإن الحملة العسكرية الأخيرة أسفرت عن مقتل 167 من تنظيم داعش الإرهابي ومصادرة كميات كبيرة من المعدات. هذا وأكد الليفتنانت كولونيل جوش ثيل من مجموعة القوات الأمريكية الخاصة الأولى أن تلك المنطقة من المناطق الرئيسة التي تقوم بتوفير الأموال والمواد اللوجستية إلى تنظيم داعش الإرهابي، كما كانت تستخدم كنقطة انطلاق لهجمات كبرى داخل كابول وجلال آباد. وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في زيارة رسمية تستغرق يومين. وفور وصوله التقى بومبيو الأمين العام للحزب الشيوعي ناجوين فودرونغ، حيث بحث الجانبان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الأمريكي غدا محادثات مع وزير الشؤون الخارجية الفيتنامية. وكان بومبيو قد عقد مؤتمرا صحفيا قبيل مغادرته العاصمة اليابانية طوكيو مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، حيث شدد على أن العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ ستبقى سارية المفعول حتى إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي بالكامل. العقوبات ستبقى سارية على كوريا الشمالية حتى نزع السلاح النووي بالكامل.
وعلى نحو يمكن التحقق منه بشكل تام. وستكون هناك عملية تحقق مرتبطة بالنزع الكامل للسلاح النووي، هذا ما وافق عليه الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الشمالي. وبالرغم من أننا نرى التقدم الذي تحقق خلال هذه المحادثات مشجعا، فهو لا يمكن أن يبرر وحده تسهيل نظام العقوبات القائم. المطلوب هو نزع السلاح النووي بالمعنى الواسع، أي بما يشمل المجموعة الكاملة للأسلحة، والكوريون الشماليون يفهمون ذلك ولم يعارضوه. من جانبها، شددت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ هوا على ضرورة النزع الكامل لأسلحة بيونغ يانغ النووية، ورحبت بسير المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية لا يجوز أن يكون إلا كاملا وشاملا، وهو موقف موحد لسيول وطوكيو وواشنطن. نرحب بسير المفاوضات بشكل جيد بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ونأمل في استمرار وتطور هذه الاتصالات بهدف تحقيق نزع السلاح النووي بالكامل في شبه الجزيرة الكورية. بدوره، أكد وزير الخارجية الياباني تارو كانو أن تدمير جميع أنواع الأسلحة أو أسلحة الدمار الشامل هدف مشترك لطوكيو وسول وواشنطن. اليوم أكدنا استعدادنا لأن نضمن لكوريا الشمالية الحفاظ على نظامها، وذلك يتطلب نزع بيونغ يانغ لأسلحتها النووية بشكل كامل وبقرار لا رجعة عنه. كما تمكنا من إعادة تأكيد التزامنا بمواصلة تعزيز التعاون الثلاثي من أجل تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في التدمير الكامل والقابل للتحقق والذي لا رجعة عنه لجميع أنواع أسلحة الدمار الشامل والقذائف من أي مدى. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية بشأن الإنفاق الدفاعي والتجارة، وذلك قبل أيام من توجهه إلى بروكسل لحضور قمة حلف شمال الأطلسي مع الحلفاء. تعد هذه القمة هي الثانية بين ترامب وحلفائه الأوروبيين بعد مواجهة مباشرة الشهر الماضي في اجتماع مجموعة السبع بكندا. متسلحا بانتقادات لاذعة لشركائه الأوروبيين بشأن الإنفاق الدفاعي والتجارة والاتفاق النووي مع إيران، يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته للقارة العجوز، وتلقي التوترات الأخيرة في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بظلالها على التعاون المخطط له خلال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المرتقبة في العاصمة البلجيكية بروكسل. سأخبر حلف الناتو بأن عليهم البدء في دفع الفواتير، فإن الولايات المتحدة لن تعتني بكل شيء. كما انتقد ترامب بشكل مباشر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء تجمع لأنصاره في مونتانا. تحدثت مع أنجيلا وقلت لا أستطيع أن أضمن شيء، لكننا نحميكم، وهذا يعني الكثير بالنسبة لكم، لأنني لا أعرف مقدار الحماية التي نحصل عليها بحمايتكم. ورغم أن كلام ترامب موجه لميركل، فإنه يشمل أيضا الأوروبيين في إشارة للفقرة الخامسة من ميثاق حلف الناتو، والتي تنص على أن أي هجوم مسلح على أي دولة عضو أو أكثر من أعضاء الحلف في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعتبر هجوما على سائر الدول الأعضاء. ويسيطر الخلاف في وجهات النظر في مواضيع عدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني واتفاقية باريس للمناخ ونقل سفارتها إلى القدس، وأخيرا الحرب التجارية بين الطرفين، الأمر الذي يزيد من احتمال تأثيراتها السلبية على علاقات التعاون ضمن صفوف الناتو. وتأتي القمة المرتقبة بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عقب قمة الناتو لتزيد من مخاوف الأوروبيين بشأن إمكانية أن يتخذ الرئيس الأمريكي مواقف غير متفق عليها مع الحلف تضر حسب وجهة نظرهم بمصالح الدول الأعضاء. لذلك يرى خبراء ضرورة ألا يخرج ترامب خاسرا من قمة بروكسل حتى لا يتم دفعه إلى تقديم تنازلات لنظيره الروسي في قمتهم المرتقبة. وعلى عكس قمم الاتحاد الأوروبي، فإن البيانات الختامية الناتجة عن قمم الناتو تعتبر حصيلة شهور طويلة من المباحثات بين الحلفاء، إذ يوقع القادة خلال القمة على القرارات المتفق بشأنها مسبقا. لذلك تتصاعد المخاوف أن تشهد القمة رفض ترامب لبعض القرارات على غرار رفضه لبيان مجموعة الدول السبع بعد موافقته الأولية عليها، الأمر الذي ينذر باستمرار الخلاف بين الجانبين ويؤثر بشكل كبير بحسب خبراء على مستوى ونوع التضامن والوحدة داخل حلف الناتو حيال القضايا العالمية.
استطاعت فرق الإنقاذ في تايلاند انتشال 6 من الأطفال المحاصرين داخل أحد الكهوف في إقليم تشيانغ راي منذ نحو أسبوعين. هذا ويحاول 5 من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية بجانب 13 غواصا أجنبيا يحاولون جميعهم إخراج الأطفال والبالغ عددهم 12 بجانب مدربهم لكرة القدم عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه في مهمة أدت لموت غواص سابق بالبحرية التايلاندية الأسبوع الماضي. هذا وقال أحد قادة الجيش المشاركين في العملية إنها قد تستمر 3 أو 4 أيام بحسب ظروف الطقس في المنطقة. تتعلق الأنظار بالطائرة التي تحمل أول أمل في نجاح أصعب وأطول عملية إنقاذ تعيشها تايلاند مع بدء خروج الصبية المحتجزين منذ أيام في أحد الكهوف. سباق مع الزمن وصراع مع الموت مهمة رجال الإنقاذ في تايلاند، فهم يكافحون لفك حصار 12 طفلا ومدربهم لكرة القدم. ظلوا محتجزين داخل كهف جبلي نحو أسبوعين عالقين تحت الأرض بمئات الأمطار ومهددين بالموت في أي لحظة مع ارتفاع منسوب المياه. ووفقا للسلطات التايلاندية فإن 18 غواصا يشاركون في عملية الإنقاذ المستمرة لأيام. بدأت القصة بالعثور على الصبية متجمعين على صخرة مرتفعة تتوسط بركة من المياه وتبعد نحو 4 كيلومترات عن فتحة الكهف بعد حصار من مياه الفيضانات دامة لمدة 9 أيام، لتبدأ بعدها عملية الإنقاذ التي يزيد من صعوبتها نقص الأكسجين داخل الكهف وارتفاع منسوب المياه، خاصة مع توقعات الأرصاد الجوية بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال عملية الإنقاذ. وزادت الضغوط التي تواجه السلطات في تايلاند بوفاة أحد الغواصين خلال إحدى محاولات الإنقاذ، إلا أن الجهود الحثيثة التي يبذلها رجال الإنقاذ دفعتهم لسحب كميات كبيرة من المياه خارج الكهف لتسهيل عملية الإنقاذ، خاصة أن هناك أطفالاً لا يجيدون السباحة. انضم إلى عملية الإنقاذ غواصون بريطانيون وصينيون بنصف طن من معدات الإنقاذ، وجهزت السلطات التايلاندية طائرات هليكوبتر لنقل الأطفال إلى المشفى لإجراء الكشف الطبي عليهم قبل عودتهم إلى منازلهم. صلوات ودعوات بالنجاة للصبية الذين تسطر قصتهم مأساة إنسانية جذبت متابعة العالم أجمع، يأمل خلالها الجميع لكتابة نهاية سعيدة لهذه القصة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير. نعم، نعود بعده لاستكمال أخبارنا. أهلا بحضراتكم من جديد. إلى سياق أخبارنا، بدأت لجنة مناقشة برنامج الحكومة برئاسة النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب أعمالها داخل المجلس بحضور المهندس محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر. وتناقش اللجنة في اجتماعها الذي يضم جميع اللجان المنبثقة عنها تقارير والتوصيات المتعلقة بالبرنامج الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام البرلمان الأسبوع الماضي. وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب قد قرر تشكيل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة وفقا للمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وقعت مصر واليابان اتفاق منحة لدعم إنشاء نظام مميكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة بقيمة 15 مليون و400 ألف جنيه، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. هذا ووقع الاتفاق كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولية الدكتورة سحر نصر وسفير اليابان بالقاهرة تاكيهيرو كاجاو، وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط. هذا ويساهم هذا الاتفاق في التنفيذ الفعال للسياسة المالية وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم برامج وخطط التنمية لمصر، يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية بعد تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين. وعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إن وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي تتعاونان بشكل دائم وتتشاوران فيما له صلة بعمليات تحديث النظم المالية وكذلك فيما يرتبط بتوفير التمويل لها سواء عبر المنح أو من الموازنة العامة. كنت حريصة جدا من احنا كوزارة الاستثمار والتعاون الدولي على كل التمويل المتاح من الجهات الدولية، ان انا اكون دايما بنسق مع وزارة المالية
نرتب الأولويات مع بعض، نراجع شروط التمويل، نشوف ايه الافضل لبلدنا، نشوف ايه المشاريع اللي محتاجين ان احنا نتحرك فيها سريعا، ايه اللي حاجات الموازنه ممكن تدعمها، ايه الحاجات اللي جهات التمويل الدوليه ممكن تدعمنا فيها، ايه اني مجالات محتاجين خبره دوليه. ودي كانت من المواضيع المهمه، وكنت حريصه جدا ان احنا نكون متعاونين، واخدت كتير من النصائح والافكار من الدكتور معيط والزملاء طبعا من وزاره الماليه. هذا وقال وزير المالية دكتور محمد معيط إن عملية تحديث وتحويل منظومة الضرائب للنظام الإلكتروني ستسير بحسب المخطط. وكشف الوزير أن البحوث الخاصة بعملية التحول للنظام الأوتوماتيكي بالتعاون مع إرنست أند يونغ ستنتهي خلال الشهر المقبل. حاليا بيشتغل مع شركه إرنست أند يونغ علشان نميكن كل البيزنس بروسيس بتاعه مصلحه الضرائب، وان شاء الله باذن الله الزملاء شغالين بكل جهدهم، وهتكون الار اف بي جاهزه ان شاء الله عشان نبدا طرح عمليه الاوتوميشن لكل البيزنس بروسيس بتاعه مصلحه الضرائب. واعتقد ان هم كمان ان شاء الله باذن الله الفاتوره الالكترونيه برضو كمشروع طموح لمصلحة الضرائب. مصلحة الضرائب يعني عليها شغل كبير جدا جدا جدا. تكلفات سيادة الرئيس بالنسبة للضرائب لازم الوضع يتغير، لازم نسهل ونيسر، وده يتطلب تعديل في إجراءات العمل. واعتقد ان في مشروع قانون جاهزين في مصلحة الضرائب وزارة المالية للتقدم لمجلس النواب في هذا، في توحيد إجراءات العمل. وقعت وزارة البترول بروتوكول تعاون مع جهاز مدينة العاشر من رمضان لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 50,000 وحدة سكنية في المدينة. وقامت شركة بتجهيز البنية التحتية لمساحة نحو 228 كيلو مترا استعدادا لمد خطوط الغاز وانتهاء بالتشطيبات الداخلية والخارجية للعمارات. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في دعم الغاز للمساعدة في حل مشكلة البوتاجاز وتخفيف العبء عن كاهل المواطن. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل قبل أيام من أمام فيلته بمدينة الشروق وإعادته لأهله، كما تم ضبط 7 من المتهمين بخطف الطفل. لقطات حية رصدتها إحدى كاميرات المراقبة لواقعة خطف طفل من أمام مسكنه بالشروق، فمنذ هذه اللحظة لم تهدأ الأجهزة الأمنية لتحريره وضبط الجناه. 5 أيام مرت على واقعة الخطف، نجحت خلالها الأجهزة الأمنية في تجميع خيوط القضية، وتوج الجهد بهذه اللحظة الحاسمة التي أحضرت فيها القوات الخاصة الطفل سالما ليعود إلى أحضان أهله، وتجمعهم هذه الفرحة الكبيرة بعودته والتي انتظروها، مؤكدين ثقتهم الكبيرة في الأجهزة الأمنية منذ اللحظة الأولى للإبلاغ في قدرتها على إعادة الطفل. ده معناه ان احنا خلاص بقينا في عصر جديد جدا مليان محبة. الناس كلها لما كنا بنتعامل معاها كانوا بيقولوا ده ابننا، من فضلكم اهدوا، والحقيقة هدوءهم كان بيهديني انا شخصيا. انا كنت متكل على ربنا طول الوقت، وعارف ان ربنا هيدي ويرشد وهو اللي هيحافظ كمان على الولد. ما كانش عندي أدنى شك إنه رب البيت هيجيبوا البيت. المجهودات اللي عملوها معانا وسط الخمس أيام اللي فاتوا، الناس ما كانت ما بتنامش، ما بتسيبش البيت، على طول في حركة، على طول استجوابات. مجهودهم صراحة ما نقدرش ننكره في أي حاجة، مجهودهم معانا. بشكر ربنا وبشكرهم طبعا على كل المجهود اللي عملوه، وكنت متأكدة إن هم بيدوروا عليه زي ما احنا بندور عليه، زي كأنهم ابنهم بالظبط. والأمن والقوات الخاصة بصراحة رجال الشرطة اللي ما كانوش بيناموا، كانوا بيفضلوا بيواصلوا الليل بالنهار، وما كانوش وتحملوا رزالتنا فعلا، لأنه احنا كنا في وقت عصيب، فكنا حاسين ان هم اهلنا. الحمد لله انه مصر امان. احنا مرينا بمحنة لكن عدت والحمد لله، والاوقات بتمر، الاوقات صعبها وحلوها بيمر. نشكر ربنا ان ابننا رجع لنا سليم، وبنشكر كل من ساهم بمجهود كبير او صغير. نشكر ربنا على نعمته ومحبته. جهد لم يقتصر على إعادة الطفل سالما، فقد قامت فرق البحث المشكلة من مديرية أمن القاهرة والأمن العام والأمن الوطني بتتبع الجناه لضبطهم، ونجحوا بالفعل في ذلك، حيث قاموا بالخطف بهدف طلب مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه. إلا أنهم لم يهنأوا بالمبلغ المالي، فقد داهمتهم الأجهزة الأمنية بأماكن اختبائهم ونجحت في ضبطهم والمبلغ المالي كاملا والسلاح المستخدم في الواقعة والسيارات التي استخدموها في جريمتهم.
لتؤكد هذه القضية من جديد قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل السريع مع العناصر الإجرامية وأي خروج عن القانون. ففي الوقت الذي تناولت فيه وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هذه القضية بالتحليل والمناقشة، كانت هناك أجهزة أمنية تعمل في صمت حتى وصلت إلى هذه النتيجة الناجحة من ضبط الجناة لينالوا عقابهم وإعادة الطفل المختطف سالما. هاتفيا مشاهدينا معنا المستشار فايز ملك جد طفل الشروق. سيادة المستشار اهلا بحضرتك، وطبعا ببارك لحضرتك عوده الطفل الى اهله سالم غانم. طبعا عايزين نتكلم مع حضرتك طبعا انه على مدار 5 ايام فاتت كان وضع صعب جدا بالنسبه لنا كلنا طبعا، لانه كان مؤشر مش كويس وفي نفس الوقت كان الوضع بالنسبه لكم اصعب. كلمنا ازاي عدت عليكم الخمس ايام دي؟ 6 ايام عدوا علينا، هم 6 مش من الثلاث لحد النهارده. انا استلمت ابني من 2 ساعة من اسم الشروق بعد ما ابطال مصر في الشرطه الشريفه جابوه، واخد بال حضرتك؟ تمام. فهم. الحمد لله الحمد لله، قالها الرئيس اللي حصل قبل كده مش هيحصل تاني، يعني مصر عقارب الساعه مش هتعود لورا، ونفذ كلامه. والاجهزه ممثله في السيد الوزير والسيد المساعد وجميع المديرين في الامن، الصراحه والله عاملونا معامله هايله، واحنا مش زي ما بتقول الجرايد ناس واصله وناس متنايه، احنا ناس عاديين جدا جدا جدا. انا راجل عجوز والنهارده بقيت على يعني محامي بالظبط كده، وابني ايضا محامي لكن الحمد لله لانه دكتور قانون يعني كان في مهمه في ايرلندا، والحقيقه جابوه على ملا وشه يعني بعد ما اتخطف الولد بنص ساعه بيكلمني: يا بابا سامي اخباره ايه؟ انهار، عارف جه. وما عندناش خلافات مع حد على فكره، وما دفعناش مليم، يعني انا عمال اقرا يا فندم دفعوا 2 مليون، دفعوا 1.5 مليون، دفعوا 100,000 دولار. كويس ان حضرتك بتتكلم دلوقتي يا فندم عشان توضح لي الراي العام. نعم. ايه اللي حصل؟ كان في اي تهديدات طيب يا فندم تلقيتوها خلال الفتره اللي فاتت يا فندم؟ كان في اي تهديدات مثلا تلقيتوها خلال الفتره اللي فاتت او محاولات لابتزاز؟ والله كان في محاولات ابتزاز، لكن كان المسؤولين في الامن كانوا موجودين معانا الحقيقه في البيت ساعه بساعه، وقالوا لنا يعني جاروهم في الكلام عشان نقدر نحدد هم فين. أنا بشكرهم وبشكر الدعم الفني في وزارة الداخلية والأجهزة المعنية، يعني كان جمال بيه عبد الباري، محمد بيه منصور، وائل بيه رشدي، لواء نبيل نسيم، رشاد بيه عندنا هنا في أمن الدولة في الشروق، عبد العزيز يعني عبد العزيز بيه وأحمد إبراهيم ومحمد علام، ناس أفاضل ناس محترمين والله يتعاملوا معانا يعني كأنهم أبناء ليا وإخوات للشام. يعني نقدر ست المستشار نقول أنه على مدار 6 أيام اللي حضرتك بتتكلم فيهم دول كان في تواصل تام ما بينكم وبين وزارة الداخلية والجهة المختصة؟ طبعا. كان في تهديدات كمان بخطف أخته، وإحنا مش فاهمين إيه الحكاية ولا ليه، إنما الموضوع ما كانش ليه أي عدوات يا فندم. ابدا ابدا ابدا. ابني كان يعني درس في انجلترا وجي هنا كمل شويه شغل وبعدين طالع في شغل بره، ما عندوش عداوات مع حد وانا ما عنديش عداوات مع حد، وابني الثاني مهندس وائل ما عندوش عداوات، ما عندناش يا جماعه. لكن وارد حضرتك بتقول انك بتشتغل محامي دلوقتي فبتتكون يمكن عداوات من خلال شركات؟ انا محامي شركات، ما عنديش مشاكل سجن وقتل وحرق وما فيش الكلام ده، ما عندناش. وابني الكبير عنده مصنع ما عندوش عداوات مع حد، يعني ما احناش داخلين. كل الكلام لا مؤاخذه يعني الغير مسؤول اللي اتحط في جرايد ضعيفه كده، خلافات ميراث ايه؟ انا شخصيا لا املك شيء، كل شيء حطيته باسم وائل وهشام وهم اطفال، واخد لي بالك؟ ما فيش خلافات ميراث، ما عنديش يعني خلافات ماليه مع مش عارف، ما فيش. هي المسألة مسألة طمع، لفوا شافوا والله بيت حلو وربنا ييسر على الناس شوية، قال لك هناخد الواد ونستفيد بقرشين، وطلبوا فلوس، والمسؤولين قالوا لي ما تدفعش، احنا مسؤولين يا جماعة، أنا أدفع دم قلبي والولد يرجع سليم. قالوا صحيح. مش هيتخدش والله العظيم، 3 أقسم بالله، محمد بيه منصور قال لي مش هيتخدش. الحمد لله يا فندم، الحمد لله على سلامته، مبارك لحضرتك مرة تانية، رجوع ليكم بالسلامة. سيادة المستشار فايز ملك جد الطفل المختطف في الشروق، شكرا جزيلا لك. انتظمت الدراسة في جامعات مدينة العريش لليوم الثاني على التوالي بعد توقف دام ل5 أشهر بسبب الحرب على الإرهاب، وعمت الفرحة أرجاء المدينة بعد أن نجحت في الانتصار عليه. نتابع. لم تكن عودة للدراسة
بل عودة للروح التي أراد الإرهاب أن يزهقها، ولكن حربا ضروسا لا هوادة فيها أعادت للمدينة أحلامها، حرب يقودها أبطال القوات المسلحة ضد قوى الشر الذين أرادوا طمس الحياة وتلوينها بليون قاتم. طلاب كادوا يفقدون الأمل في حياة طبيعية أراد الإرهابيون سلبهم إياها، أعربوا عن سعادتهم البالغة بعودتهم لمقاعد الدراسة بعد توقف دامة لخمسة أشهر. احنا فرحانين ان احنا رجعنا خلاص، يعني ونخلص لآخر ترم لينا والحمد لله. يعني وبرضو عودة الدراسة يعني معنى كده ان احنا اتطورنا شوية، معنى كده البلد بدأت تهدى برضو. يعني الوضع طالما كان سيء، الوضع كان سيء في الأول، ما كناش نقدر نروح لكلية، لما دلوقتي في مواصلات اتوفرت. حلم التخرج الذي دعب عيون الشباب المصري من أبناء العريش رفض أن يتم إجهاضه، وقبل الشباب التحدي بعدما لمسوه من حرص الجامعة على مساعدتهم. طبعا حدث تاريخي برضه، لأن ما كانش في أي حد متوقع أن الدراسة ممكن ترجع تاني في جامعة العريش، فكلكم معتقد ان هي ممكن خلاص هينجحونا على كده بقى بناء على النتيجه بتاعه الترم الاول. سمعت بعوده الدراسه في جامعه العريش الاربع فرق، ودي حاجه كويسه جدا ان الجامعه تستمر، لان هي جامعه العريش لو ما اشتغلتش في العريش، العريش هي الجامعه اللي عامله حس العريش اساسا. خطوط نقل مؤمنه للطلبه المغتربين تم تسييرها من خارج شمال سيناء بواسطة أتوبيسات تنقلهم من موقف الإسماعيلية بعد تجمعهم من كل المحافظات وتصل بهم لمدينة العريش، وتسكن كل الطلبة من خارج شمال سيناء وخارج مدينة العريش مجانا في المدينة الجامعية وبدون أي رسوم، كما تشمل الخدمات المقدمة لهم توفير الوجبات الغذائية. انتهت النشرة مشاهدينا، شكرا للمتابعة. شكرا لطيب متابعتكم، إلى اللقاء.